من فعاليات الشرطة للشهر الوردي. سهلة، أهلا وسهلا. عارفين أكثر عن نفسك وعن الفعالية اليوم؟ النقيب خبير عنود أحمد السعدي، رئيسة مجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، خبيرة السموم الجنائية. طبعا هناك توجيه من سعادة القائد العام اللواء عبد الله خليفة المري تزامنا مع الشهر أكتوبر وهو الشهر الوردي أن تكون هناك مبادرة من القيادة العامة لشرطة دبي. طبعا احنا نستهدف الجمهور الداخلي والخارجي، فاخترنا مكان يكون يوم خميس، الناس تكون عطلة بمشاركة المركز الصحي واللجان النسائية، أن يكون هناك تثقيف عن مبادرة سرطان الثدي. طبعا اسم المبادرة معا ندعم الوردي، اخترنا هذا المسمى على أساس تكون الحملة بهذا المعنى. طيب شو تنصحي السيدات اليوم؟ طبعا الأسباب مرض سرطان الثدي هو طبعا اللي هو العادات الغذائية الخاطئة، عدم ممارسة الرياضة، وقد يكون وراثي. ننصح احنا دائما بالمتابعة، ان يكون هناك تشيك اب لمدة 6 شهور، واحنا عندنا المركز الصحي في القيادة العامة لشرطة دبي يعتني بالمرأة، وعندنا جميع التقنيات التي تستهدف المرأة من حيث الحفاظ على صحتها. احنا اليوم شو دورنا؟ دورنا احنا نوعي ان لا، قد احتمالية تكون تحت ال20، قد يبتدي من ال20 لين ال30. ليش احنا الحرمة عندنا كجوهرة، هي اساس المنزل، اساس المجتمع، كصحتها تمنكنا. اذا المرأة تأثرت صحيا الاسرة كلها تتأثر صحيا، وبالتالي هي نواة المجتمع. فبالتالي حرصنا على هذه المرأة لا نوعيها، بالعكس احنا اصلا الثقافة موجودة والتوعية موجودة والعقل والعقلية تغيرت عن سابقا. طيب فعاليات ما شاء الله شرطة دبي لا تنتهي. طبعا اكيد احنا شهر 11 عندنا العنف ضد المرأة، راح نشارك جمعية العنف ضد المرأة والطفل، نشارككم في التوعية في هذا اليوم. وفعاليات عيد العلم وعيد الاتحاد طبعا احنا في التحضيرات لها، مستمرين جميعا في القيادة العامة لشرطة دبي. فعاليات عام زايد طبعا الفعاليات مستمرة في جميع الأعوام وليس حصريا، ولكن احنا تميزنا الفعاليات هاي السنة انها تكون عام زايد. الله يحفظك يا رب. شكرا لك. شكرا جزيلا.